l'albero solo una chicca. هيثم دفن يعني مفيش حاجه لما اتاخر بيه ساعتين زمن مش هخطفه يعني فمفيش داعي الحكايه اللي انت عاملها دي. عاوز تفهمني انك جاي لحد هنا عشان تربيني وتعلمني الادب يا سلام عليكم. استنى عندك انت ما اتعلمتش لما تكون بتكلم مع البرنس تقف قدامه زي الرجاله وتكلمه زي ما بيكلمك؟ انا ارجل منك ومن اللي خلفوك. انا واقف قدامك بطولي مش بتحمى في رجالتي اللي معاهم سلاح. كلم الكبير عادل يالا. فاكر ده مكان ممكن اقدمه للداخليه تدخلها ما تخرجش منها ابدا لكن عشان الاتفاق اللي بينا ما عملتش كده. خميس ماشي يا باشا اتفقنا بكره بالليل اكون عند سعادتك. مع السلامه يا باشا. سلام. مين ده قد ايه؟ ده سليم دربالة المحامي. محامي؟ وده عايز منك ايه؟ ماليش بس بيني وبينك يا انا مش مطمن خالص. الراجل ده بيقولوا عليه مش سهل. طب بس بقى انت كمان تبطل جن اخلص خالص. عاوزين نتفق ان دوامة الحياة بتنسى بدل ما تمشي. عشان كده عاوزك تفكر معايا ازاي نعبر المنطقة اللي احنا فيها دي. اما انك ترجع الشغل تاني او تفكر في الجواز. جواز؟ انا يعني قلت حاجة غلط؟ لا أبن. بس مش وقته خالص. من كام يوم كده عدى عليا محمود المخرج بتاع البرنامج بتاعي كان بيحاول يقنعني اني ارجع الشغل. حسيت انه عنده شعور من ناحيتي. قلت له ايه؟ ما قلتش. هو انسان محترم بس بالنسبه لي مجرد زميل. انا عارفه يا دكتور ان اي واحده في ظروفي دي المفروض تفكر في بنتها قبل نفسها وتحمد ربنا وتبوس ايديها وش وضهر لو جالها عريس كويس. في بنات كتير قوي زي الفل يتمنوا مش لاقيين بس انا ضيعت سنين كتير قوي من عمري مع الشخص الغلط. مش قادر احس ان انا بايره وبقبل باي عريس وخلاص. طيب الشغل يا دكتور انا جوزي مات بفضيحه. تجيلي مكالمة تليفون من بنت من تحت الغطا بتقولي على خناقة تافهة جدا مع صاحبها. مطلوب مني ان انا اسمعها واتعاطف معاها واحلها لها اللي هي مش مشكلة اساسا. لا صعب صعب جدا دلوقتي. مش عارفة ليه الوقت هنا بيجري بسرعة. عشان ما تزهقيش منها مدام انجي. بصي احنا الفترة اللي جاية دي هنستعمل طريقة للعلاج اسمها CBT. ايه CBT ده؟ العلاج المعرفي السلوكي وده بيعتمد على إدراكنا لمشاعرنا السلبية وتأثيرها على تصرفاتنا. فاهماني؟ لا مش فاهم. طيب أنا هحاول أوضح لك شوية. أنت لما اكتشفتي موضوع الصور مش في ست كلمتك في التليفون وقالت لك إنها شافت صور لجوزها مع واحدة تانية؟ أيوه. طيب اتصرفت إزاي؟ نهيت المكالمة بسرعة وسبت الشغل بعدها على طول. ليه؟ عشان ربطت المكالمة بتاعتها بصور وليد. طب الست دي كانت تقصد الأستاذ وليد الله يرحمه؟ لا طبعا هي ما تعرفوش أصلا. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ محمود حاول يكلمني كذا مرة عشان يقنعني إني أرجع الشغل. طب وأنت كان إحساسك عامل إزاي؟
حسيت بالذنب لانك ورطتيهم في مشكله هم مالهمش فيها اي ذنب، وده عمل لك مشكله جديده. ده بالظبط اللي احنا هنعمله الفتره اللي جايه، هنراقب تصرفاتنا كويس جدا وهنفكر قبل ما نتصرف عشان يبقى رد فعلنا في شويه ذكاء، وبالتالي ما نزودش مشاكل. بس احنا كده ما نبقاش حلينا اصل المشكله. ده الخطوه الاولى يا مدام انجي. الخطوه الثانيه بقى، شايفه الورقه دي؟ الورقه دي فيها اربع خانات. الخانه الاولى الموقف اللي هتتعرضي له، الخانه الثانيه شعورك في الموقف ده سواء كان غضب نرفزه ايا ما كان، الخانه الثالثه هتكتبي اتصرفتي في الموقف ده ازاي، الخانه الرابعه هتكتبي اللي المفروض كنت تتصرفي. تمليها بشكل يومي وتعدي عليا ان شاء الله بعد اسبوعين. اسبوعين؟ طيب انا عاوزك تراقبي تصرفاتك كويس جدا وتملي الجدول ده بشكل يومي عشان لما تجيلي نتناقش فيه. ونصيحه مني ارجوك يعني، حاولي ترجعي الشغل تاني، صدقيني هتبقى احسن. ربنا يسهل. وانت بتلعب رياضه؟ لا ما عنديش وقت. لا لازم تلاقي وقت، الرياضه بتخلصنا من المشاعر السلبيه وبتضيف لنا مشاعر ايجابيه، احنا محتاجين للمشاعر الايجابيه اللي من دول. اوكي طيب اشوفك بعد اسبوعين من النهارده. باي باي. باي. شويه لعب بقى احسن مني. اه بابا احسن مني كده. ماشي يا هيثم، انت هتخش على اوضتك دلوقتي، مش هتطلع منها، هتتحبس فيها لغايه بكره عشان تهرب تتاخر. انت يا زفت يا ام محمد. نعم. تعالي هنا وديه على اوضته دلوقتي، يلا بسرعه. تعالي يا ام محمد، تعالي يا هيثم. معلش يا حبيبي انا اسفه، مش قصدي، انا بس خايفه عليك يا حبيبي. بص انا بكره هجيب لك لعب احسن من اللي باباك جابها لك. ماشي؟ لسه متضايق؟ طب فين البوسه بتاعت ماما حبيبي يا عيسى؟ خلاص روح دلوقتي على اوضتك وهخلي ام محمد تدخلك كل اللعب. يلا حبيبي. مرايه سعاد، ما بالراحة شوية على الواد. انت عاوزه يضيع مني وافضل ساكتة؟ وايه بس اللي هيضيعه؟ استهدي كده بالله. لا اله الا الله. خميس. عملت ايه مع يوسف؟ دي نفخه جوه. هو ده وقته يا معلم. ده هو ده وقته يا سعاد. ما قلتليش عملت ايه مع يوسف يا معلم، اوعي يكون جراله حاجه. دلوقتي يوسف برضه يا سوسو، خلينا استمتع باللحظه. يا يا هيثم يا حبيبي. هيروح نام يا حبيبي وبكره الصبح نوديك. يا خرابي انت سخن مولع يا ابني. اهوي
مدام سعاد، مدام سعاد، مدام سعاد. حاضر. في يا ام محمد؟ الحقيني يا مدام سعاد، هيثم سخن مولع مش عارفه اعمل له ايه. انا اديته خافض للحراره، على اخر النهار حرارته هتنزل. كم ده دخل مع العلاج اللي انا هكتبه كم يوم راحه هيبقى زي الفل. الحمد لله. بس كنت عايزه اسال حضرتك يا دكتور، بيجي له صداع كده كل شويه بيشتكي مني. بعد حرارته ما تنزل ممكن نعمل له اشعه، بس ان شاء الله ما فيش حاجه. ان شاء الله. على فكرة يا معلم، ابنك عمال يقول بابا 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 على طول، الظاهر انه بيحبك قوي. يحبني صح. يا كرم مش هيطلع الكاميرات الدور التالت. يا نهال، يا نهال علي، ايه اللي انت خايفه منه ده؟ انت معاكي طارق درغام. ماشي، مستنيكي كمان ساعه، ما تاخريش. تعرف مين ده يا باشا؟ أكرم عبد الحي، كان ضابط سابق في مكافحة الإرهاب، من كام سنة كده اتفصل عشان سوء سلوكه، بعدها مسك أمن كذا قرية سياحية، دلوقتي بقى هو اللي ماسك أمن الأوتيل اللي حبيبك بيقعد فيه. الظاهر كده والله أعلم إن هو اللي بينفذ له العمليات القذرة. نهال. هاي طارق. هاي. ازيك؟ تمام أنت؟ كله كويس. رائد أكرم ماسك أمن الأوتيل. أهلا. أهلا وسهلا. دكتورة نهال. مرات علي بيك جندي. اهلا وسهلا. ها، ايه الاخبار يا نهال؟ تمام، انت ايه الاخبار؟ زي الفل. طب ونهال ايه علاقتها بواحد زي ده؟ مش معقول اللي بتقوله ده يا سليم. نهال لا يمكن تعمل كده، مستحيل. بعد 40 سنه محاماه اقدر اقول لك بكل ثقه مفيش حاجه اسمها مستحيل. بصراحة أنا مش عارف أقول لك إيه. تخيل بقى لما سليم دربلة يبقى مش عارف يقول لك إيه. لا ما هي باسط، خلاص قول. هو فيه صنف كده والعياذ بالله ما بيكبرش فيه أبدا، مهما عملت له حتى لو عبيت له الدنيا كلها في إزازة هيرميها ويدور على إزازة غيرها. عندك حق،
بس ليه؟ هدى اعصابك شويه يا معالي الوزير. انا ما حرمتهاش من حاجه سليم. كل المتعه اللي في الدنيا شوبينج وسفر حتى السرير زفت ما حرمتهاش منه، وفي الاخر عايزه تموتني. تموتني انا سليم؟ طلقها. هو صحيح ان قبض الحلال عند الله الطلاق، بس حلال. طلقها يا اخي ورايح دماغك. لا سليم، مش هسيبها تفلت بعملتها، مستحيل. انجز انت بس في موضوع طارق وسيب لي النيال، انا هتصرف معاه. اقتله؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا طارق؟ علي ده جوزي، انا مش ممكن اعمل فيه كده ابدا. نهال انا ما بقتش فاهمك على فكره. امبارح جيتي لي على المطار عشان تشتكي لي منه، والنهارده بتدافع عنه. انت عايزه ايه بالظبط؟ اشتكي لك حاجه؟ واللي انت بتقوله ده حاجه ثانيه خالص. نهال عاوزك تفكري صح. علي عاوز يخلص مني، ومش بعيد انه يكون مراقبنا دلوقتي حالا، وعارف انك هنا وبنخطط لحاجه ضده. مراقبنا؟ ولما انت عارف ان هو مراقبك كلمتني اجي لك ليه؟ عشان تحطني قدام الامر الواقع، مش كده؟ انا ماشي يا طارق. يعني هل استني بس واسمعيني كويس. انا قلقان عليكي على فكرة. أنا هنا متقلبين كويس جدا، إنما أنت هناك حياتك في خطر. مع السلامة يا طارق. أكرم كلمني للراجل بتاع خليجين هنا بكرة. أعتبره حصل يا طارق. اهدى بس يا باشا وفهمني بالراحة. ايوه على مهلك كده. ايوه ها انا معاه. وايه حصل الكلام ده؟ المعلم سعيد البرنسي يا باشا. ها اتفضل. ها ايه؟ سلام. بلطجيه. ها دي حجه البليد يا باشا. ايوه عيب، ده انت معاك سليم درباله. خش خد لك دوش، خد لك دش سخن كده ونام على طول، وما تقلقش خالص. ابنك في عينينا يا باشا. يلا مع السلامة. ألف سلامة. خطوة عزيزة يا معلم. عزم دارك يا باشا. ده خميس ابني ودراع اليمين. اشربوا ايه؟ ايوه باشا، بس مش شايف سعادتك ان داير تصل النيل دي تقيله حبتين. انت شايف اللي قدامك خفيف ولا ايه؟ وابوك ما سمعش عن سليم درباله ولا ايه يا اسمك ايه؟ خميس. بس مش القصد والله يا باشا. سعادتك عارف يعني ان داير تصل النيل دي مقفوله على عارف. هتقول لي الشيشنجي وابو سنه. ده هم ومجلس الشعب حته واحده يا باشا. امال انا بعت لك ليه يا معلم؟ عشان عارف ان انت ليك خبرة طويلة جدا في مجال الانتخابات ده. ده انت في الانتخابات معلم يا معلم. لا لا من الاخر كده يا معلم سعيد، لو الشغلانة دي تقيلة عليك خلاص. ازاي بس يا باشا؟ لعبتي. ما انا عارف انها لعبتك. بص يا معلم سعيد، اي حد في البلد دي لما بيكبر وتبقى العين عليه بيتعمل له ملف، عشان لما يكبر اكتر والكلام يكتر عليه الملف ده يطلع. انت مثلا يا معلم. انا ايه يا باشا؟ ما سألتش نفسك ابدا انت ليه شغال براحتك قوي قوي كده؟ ليه يا باشا؟ اوعى تفتكر ان ده من زكاوتك او انهم غفلانين عنك. لو افتكرت كده تبقى عدم المؤاخذه راجل عبيط. امال ايه يا باشا؟ عشان دورك لسه ما جاش. طب ولا مؤاخذه يعني يا باشا، سليم باشا درباله له ملف. <تصفيق
ما هو ده الفرق بيني وبينكم. انا الارشيفجي، انا اللي بشيل الملفات واحفظها واطلعها وقت اللزوم. بقول لك يا معلم، سيبك بقى من كل الحاجات الصغيره دي والكلام الهلفطه اللي احنا بنقوله، وخلينا في الموضوع اللي انا بعت لك عشانه. قلت ايه؟ موافق؟ نرى الفتحه يا باشا. انت متوضي؟ الصراحه لا. لم ايدك، انا عمري ما ابتدي اي حاجه جديده بنجاسه. بص يا معلم سعيد، كل اللي عايزه منك انك تعمل لي حمله انتخابيه ما حصلتش قبل كده، ما تخرش الميه. انا عايزك تربط لي مع كل التجار، اصحاب التوكيلات، اصحاب الكافيهات والقهاوي، كله كله كله. عايز اسم سليم درباله ده يبقى على كل لسان، يبقى متعلق على كل بلكونه في وسط البلد. مش كده وبس، عايز كل اهل الدايره ينسوا حاجتين، الشيشنجي وابو سنه، ويفتكروا حاجه واحده بس، سليم درباله. قدها قدها يا باشا. طب قوم اتوضى. تنزل استاذ يوسف؟ حضرتك مش هتنزل؟ لا هنزل هنزل. حضرتك جيت هنا قبل كده؟ لا طبعا. فين؟ ايه ده، عمرك ما جيت الساحل؟ فاكر حضرتك قصدك هنا يعني. لا انا جيت الساحل قبل كده بس زمان قوي. طب اتفضل. ده المطبخ. هو متهيألي عايز توضيب بس شوية. اتفضل. لسه في فوق على فكرة. أهلا أستاذ يوسف. أهلا وسهلا. اتفضل. إيه رأيك؟ لا جميل جدا طبعا. حضرتك بتشتغل ايه؟ لا انا حاليا خالي شغل. استاذ يوسف يا بابا لسه راجع من السعوديه. فكرتني بايام زمان، ايام ما كنت في سنك، في سنه 79 كان الخليج لسه في اوله. كل اصحابي هنا سافروا راحوا هناك وسابوني انا لوحدي. اصل انا بحب البلد دي قوي، ما اقدرش اسيب مصر وامشي. معلش بقى، الواحد ساعات بيتحط في ظروف بيضطر يسافر يعني. حضرتك كنت بتشتغل ايه؟ مهندس بترول. اشتغلت سنه هنا في الهيئه في مصر، وبعد كده طلعت على السعوديه، وحاليا بقى بدور على شغل. طيب
طب يا ابني ليه ما استنيتش على موضوع الشاليه ده لغايه ما تلاقي شغل؟ انا اسف يعني على تطفولي، اسف. لا يا فندم ولا تطفل ولا حاجه، انا الحكايه وما فيها الحمد لله ان انا عملت قرشين كويسين وانا في السعوديه يعني، وقلت بدل ما يطيروا او الواحد يبقى عزقهم يعني نحطهم في استثمار كويس، واحسن استثمار في مصر بيكون العقارات. فلما شفت الاعلان اللي كانت عاملاه مدام انجي تحمست يعني، وديني مع حضرتك دلوقتي اهو. خير ان شاء الله. على فكره اذا احتجت لاي مساعده انا معرفة كتير قوي، ما تتكسفش اعتبرني زي والدك. ربنا يخليك يا فندم، بس هو في الحقيقه انا لسه مش عارف اذا كنت هكمل هنا في مصر ولا هرجع اسافر تاني السعوديه. الحمد لله على سلامتك يا ست هن. الله يسلمك يا محمد. ليك يا زراعة. الله يسلمك يا سعادة الباشا. يا موزة ست الكل، ما عرفتش اجعزيك بنفسي يعني. لا ولا يهمك. تحبوا تاكلوا سمك على البحر؟ انا موافق. زراعة ده يعرف واحد هنا بيوظف سمك انما بشكل عبقري. اوعى تقولي ما بتحبش السمك. لا ازاي، هو في حد في الدنيا ما بيحبش السمك؟ جميل يعني. تعالى يا زراعة. تحب نكمل فرجة فوق؟ اتفضل. الأكل بصراحة حلو جدا، بس ما كانش في داعي لكل ده حضرتك يعني كتير. يا سيدي بالله أنا والشفا. الله يهنيك. قولي الأول، عجبك المكان؟ طبعا عظيم، وبصراحة مريح للأعصاب يعني. ده لك كلامي؟ بس ساعات بيبقى كئيب. بيني وبينك أنا ما كنتش موافق على البيعة دي أبدا. إنجي هي اللي مصممة على البيع، ليه معرفش؟ حضرتك اعتبر البيت ده ما اتباعش، اعتبره بتاعك ومعاك نسخة من المفتاح كمان. إن كان على كده أنا موافق. طيب. تاكليش ليه؟ أفصص لك الكابوريا؟ اتفضل الشاي يا سعاده الباشا. تسلم ايدك يا زراعه. الله يسلمك. وشويه السمك دول كانوا 100 100. ربنا يخليك الف هلا على بدنك. حضرتك بقى كام سكر؟ لا انا مش متعود اشرب شاي بعد السمك، بس متعود امشي رجليا شويه. بعد اذنكم هاجي معاك يا جد. تعالي معايا يا روح جد، يا كنزي جد يا جميل، اتفضلي. اوعي كده. حضرتك كام معلقه؟ واحده. وحضرتك ما جبتش ابنك معاك ليه النهارده؟ كان هيتبسط والله. الصراحه اخر مره اخرته على مامته فحصلت مشكله. اتفضلي. ميرسي. حضرتك بتشتغلي ايه؟ انا كنت بشتغل مذيع في الراديو لحد من كام شهر كده. وبعدين ايه اللي حصل؟ حصل شويه ظروف، اضطريت اسيب الشغل واتفرغ لكنزي. الأستاذ جوز حضرتك بيشتغل ايه؟ لا انا جوزي متوفي. انا اسف. طب هو ابن حضرتك عامل ايه في الظروف دي؟ استاذ يوسف، هو اسمه ايه؟ مين ده؟ ابنك هيثم. هيثم عامل ايه في الظروف دي؟ تعبان اكيد. مش عارف، ساعات بحس ان الواد ده ملوش بخت. امه بعد ما انفصلنا اتجوزت على طول، وبقى عندها بيزنس دلوقتي شاغلها ليل ونهار. والله ما دام انجي انا بعمل اللي عليا، بحاول احسسه ان هو زيه زي العيال التانيه، مش ناقصه حاجه. بس اكيد في حاجات بتقع مني. اكيد. وللاسف في حالات الطلاق اكتر حد بيتضرر هم الاطفال. طلاق كتر دلوقتي، اللي بيفضل متجوز 10 سنين ده بطل حقيقي. بس تفتكر ايه السبب؟ معرفش يعني، الناس بقى خلقها ضيق، ما بقاش عندها صبر، عايزين الحاجه تيجي بالساهل مش عارف. عندك حق.
اتشرفت بمعرفة حضرتك، فرصة سعيدة جدا. المرة الجاية بقى لازم يبقى معاك هيثم. إن شاء الله. أنا بالنسبة للشاليه يعني هظبط أموري وأكلم حضرتك ونتقابل في الكافيه. إن شاء الله. وهيبقى معايا هيثم المرة الجاية. ها؟ السلام عليكم. مع السلامة. احسن شويه الحمد لله. بقولك ايه، تعالي نروح نتكلم في الصاله. ها قوليلي اخبار الصالون ايه النهارده؟ ما تقلقيش كله تحت السيطره. امال فين المعلم؟ كيف الشغل ولا في اي دهي؟ لا بقى ده كده في حوار. بعدين شكلك مش عاجبني يا سعاد، قصدي يا سعاد. لا لا اتكلمي عادي، احنا في البيت. في ايه قوليلي؟ بصراحة كده يا شيمو مش عارفة، أنا مش مرتاح، كل شوية يقعد يقول لي الصالون الصالون، حاسة كده إنه ممكن يرميني في أي وقت. بس خدي بالك أنتي اللي محتاجة له دلوقتي. أيوة بس لحد إمتى؟ لحد ما ربنا يفركها. وبعدين معلش يعني يا سعاد، أنتي دلوقتي أحسن بكتير من قبل كده. أيوة صح، بس برضو لازم أفكر إني أخد خطوة. خطوة إيه؟ بصي يا شيمو، اللي هقولهولك دلوقتي ده هيفضل سر بيننا. أنا بفكر في فكرة كده، لو نفعت هتنقلنا نقلة تانية خالص. قولي. بفكر أفتح فرع السبا في المستشفى بتاع الدكتور علي الجندي. إيه؟ وإنتي اللي هتمسكيه. الحمد لله بالسلامة. يا إسماعيل، شيل البنت. حاضر يا فندم. الحمد لله على السلامة يا هانم. عندك يا اسماعيل. اتفضلي يا هانم. شكرا. العفو يا فندم. شكرا يا اسماعيل. العفو يا باشا، تحت امرك. سعادتك يا باشا، تحت امرك. ازيك يا عم حسن؟ استاذ يوسف، ما تيجي تقعد معايا شويه؟ لا معلش انا تعبان شويه، خليها وقت تاني. بالحق يا استاذ يوسف. خير؟ في واحد سال عليك. حد سال علينا؟ مين؟ ضاحي.